خالص. هندي السوفت كده وهنوريكم البرمجه بتتبرمج على كل ريموت، لدرجه ان احنا جربناه على كل الريموتات دي اللي انتم شايفين، الاي تي ايه بتبرمج على الاي تي ايه وعلى السامسونج وعلى كل الموديلات. جبنا اكتر من ريموت، يعني جربنا اكتر من 10 ريموتات زي ما انتم شايفين. كل الريموتات دي غالبيتها اشتغلت، اللي كل اللي جربناه اشتغل. هنشوف بقى السوفت، الباشمهندس محمد هيعمل السوفت كده وهنبرمج قدامكم الريموتات عشان ما تقولوش ان ايه الحاجات دي يعني مجرد خيال. اديله السوفت، الريموت ده مش بتاعه احنا مبرمجينه، ولا اصلا السوفت بتاع الريسيفر ده. يلا باشمهندس محمد اديهم السوفت كده وبرمج لهم كذا ريموت عشان يتاكدوا ان احنا كلامنا صح، مش بنقول اي حاجه وخلاص. السوفت بينزل قدامكم، هو عطى امر السوفت طبعا، اهو هنستنى لما السوفت يخلص. انا حبيت يعني ادي السوفت قدامكم، احنا عاملين السوفت بس احنا حطينا السوفت عشان نجرب نبرمج ريموتات، ما رضيناش نسجل على السوفت القديم ان احنا مخلصين ونبرمج قدامكم. لا، بنوريكم ان السوفت اصلا ملوش علاقه بالريسيفر، جربناه على اكتر من ريسيفر استرا، يعني كل اللي هو في ايدينا اشتغل عليه. ما اعرفش بقى يشتغل على ريسيفرات تاني لو شبه للمعالج ولا لا. اهو شايفين اهو باشمهندس محمد بيخلينا نشوف كده ان احنا ايه كده الريموت اشتغل. طيب من غير سبب بقى ورينا الريموت كده باشمهندس محمد، الريموت ده كده ايه اللي شغال. هنمسك الاي تي، بصوا الاي تي، بصوا بقى الحاجه الغريبه فيه اللي ما حدش هيلاقيها في اي سوفت وير تاني. هحل لكم كل المشاكل، وريهم بس باشمهندس محمد كده. ثواني هيبدا، خليكم قصاد العدسه. بصوا بقى، فاول ما داس على زرار الريموت، بصوا داس على زرار الريموت، بص بدا البرمجه. هو نفسه حتى تحت بيقول لك بريس انبوت واحد، يعني دوس على زرار واحد. هتدوس كده على زرار واحد هيبدا يقبل البرمجه، بعد كده بيقول لك دوس على اثنين. شايفين رقم اثنين بقت حمراء ازاي؟ دوس يا باشمهندس محمد على رقم اثنين، دخل على ثلاثة، وبعد كده أربعة، دوس على أربعة، دخل على الزرار بعده خمسة، دوسنا على خمسة بقى ستة، هكذا كل الزراير. ثمانية، شغل يا باشمهندس محمد، أنا دين هركز مع صباع. ثمانية، دوس كده لحد، بص موافق، يعني بص اللي هو الأوكي في الريموت بيبرمج. نفس الزرار يظهر أكن أنت بتنسخ الريموت، أظن الحاجة دي ما شفتهاش في أي سوفت قبل كده. ولو ظهرت انا مش بشتغل ريسيفرات يعني عموما، بس يعني دي حاجه لقيتها غريبه. السوفت ده مش جايبينه من مصر اصلا، وقلنا نديه لكم هديه. طبعا هتلاقوا لما اخلص البرمجه هوريكم، هنحط هنرفع لكم السوفت فين. كده ماشي شغاله يا باشمهندس. بص خلاص كده هو اشتغل، جرب كده الريموت. على فكره ريموت تلفزيون، يعني بص اهو ريموت تلفزيون اي تي اي اهو، اشتغل بالريموت كده، غير القناه عادي. بص كده حابب يخش القائمه يا باشمهندس، صح؟ ثواني بس لما يحمل يقبل القناه، يخش على المنيو، صح؟ دخل على القائمه عادي، مفيش مشكله، وتحرك عادي. جرب ريموت تاني يا باشمهندس، عايز يجرب لهم ريموت تاني. وفي كل مره بقى بنطفي الريسيفر، صح ولا لا؟ بنطفي الريسيفر، يعني بتشيل الكهرباء عن الريسيفر عادي، صح؟ اطفي بالريموت التاني ده، انت كده شغالين بالسامسونج، صح؟ اهو السامسونج، بص ما طفوش حتى، داس على الزرار، جرب لهم الزرار نفس الحكايه، اهو نفس الحكايه. خش على الريسيفر على الريموت تاني عشان ما نطولش الفيديو يا باشمهندس محمد، عشان بيتعبني في الرفع. خلص برمجه التاني، صح ولا يشتغل عادي؟ لازم تبرمج التاني، صح؟ اطفي. طيب اطفي وشغل عشان يقبل الريسيفر التاني. شيل الكهرباء، يعني شيل الكهرباء. بصوا هتلاقي السوفت على الموقع هنا، الموقع هتخش على موقع، يعني ده لو انت فاتح من الكمبيوتر معانا الموبايل شويه على ما يشغل، هتلاقوا تحت في اللي هو قسم السوفت، سوفتات ريسيفر لسه طبعا اللي احنا بنملى في الموقع جديد، رفعنا سوفتات وحاجات حلوه اهي، وان شاء الله هنملى لكم 1000 جيجا وشروحات، 1000 جيجا سوفتات وشروحات. يعني اللي ما اشتركش يشترك، ويعني ويشرفنا طبعا. انا بفعل عضويه مجانا من عندي، لو ما بتوصل لك رساله الايميل بتاعك على الجيميل بتفعل بيها العضويه، انا ممكن افعلها لك عادي لو ما عرفتش. اهو اسمه موقع، بتكتبه موقع سوفتاوي من فوق، اهو ادي كتبته من فوق عشان تبقوا عارفينه، عشان في موقع بتتشابه في دبل اي لو انتوا واخدين بالكم، يعني ممكن تدخلوا. هسيب لكم اللينك. يلا يا باشمهندس محمد نبتدي. كده ورينا كده السوفت السامسونج يا باشمهندس محمد، ده سامسونج اهو، شايفين سامسونج ماشي اشتغل كده نفس الحكايه، وريهم الزرار شغاله.
دوس على زر 2 دخلنا على 3 باينهم يعني انا بدوس هنا ورجل رقم دوس 4 دوس كده طب من عندك دخلنا على 6 دوس على 6 7 8 هكذا لحد ما بتبرمج الريموت هنبرمج لكم الريموت ونرجع لنا معاكم موافق زر السهم فوق تحت ويشتغل الريموت اي ريموت بتبرمج هو السوفت معدل ان يقبل اي ريموت بتبرمج الريموت سبحان الله يعني الناس دي دماغها بقت وادي الريسيفر استرا على فكره زي ما قلنا السوفت ده مش بتاع الريسيفر ده وحطيناه على كذا ريسيفر وجبنا كذا ريموت حلينا مشكله سوفت الريسيفر وسوفت الريموت يعني احنا كده حلينا مشكله يعني ما بعدها مشكله يعني تمام يا باشمهندس شغال الاخضر والاحمر كله شغال في الاخر بيطلع لك رساله ان انت خلصت اهو سكسس يلا شغل كده اوريهم الزرار بيشتغل شغال كفايه نجرب الريموتات تاني ولا كفايه عشان وقتك يا باشمهندس هل تحب تجيب ريموت تاني جبت ريموت تاني رجعنا لكم تاني بصوا بعد ما ظبطنا الريموت بتاع التلفزيون بص يا باشمهندس اظبط كده اهو هوهو ريموت هوهو تمام تلفزيون بصوا هو بيدوس مثلا تعالى اقرب يا باشمهندس محمد نوريهم كده عشان الناس تصدقنا دوس كده مثلا خليك على عدسه ناحيه عدسه الريسيفر يعني بصوا ما بين اللي هو 8 9 بصوا كل الريموتات دي شايفين جربنا كام ريموت بصوا كل الريموتات دي جربناها يعني كده اظن ان احنا يعني جبنا لكم تحفه فنيه معماريه في كل حاجه يعني الحاجه دي تبسطكم هو بيحل لكم مشكله اي ريسيفر هو شغال على كل الاسترا او اللي احنا جربناه انا جربته على كذا موديل الباشمهندس جربه انا ما بشتغلش ريسيفرات يعني ما اعرفش بقى حوار المعالج ده انا ما بشتغلش ريسيفر ممكن يكون بيشتغل على ريسيفرات تاني والباشمهندس محمد ناوي يجربه على ريسيفرات تانيه تكون نفس المعالج فانت يعني بتحل مشكله الريسيفر لو مش عندك السوفت وفي نفس الوقت بتشغل اي ريموت على الريسيفر يعني او حتى لو جالك ريسيفر ملوش ريموت بتنزل له السوفت بتاعه ده فيعني شغله زي الفل وكده اتمنى بقى الدعم بتاعكم على الموقع بتاعنا كده وهتلاقوا تحف فنيه انا بدور على التحف انا مش برفع اي ريسيفر مش عايز ارفع اي سوفت يعني اللي هو متوفر اهو الباشمهندس بيشاور بصوا يعني بنحاول انت بتجرب ريموت اهو بصوا اهو يعني كل حاجه شغاله برمجه كل القنوات شغاله وكده يعني اتمنى بقى دعواتكم.